صباح الخير من جديد، وصباح الخير لكل اللي انضموا لنا بهالاوقات بالمتابعه والمشاهده محليا عربيا وحتى عالميا. وصباح الخير اللي انضموا لنا بالاستوديو احمد السرغلي، يسعد صباحك مبارك مره اخرى. انا هنيتك بس عم ببارك لك كمان مره، وجمعتك مباركه. مكملين واياكم مشوارنا الصباحي، ونذهب واياكم الى الاردن الشقيق والى الفن الابداعي وتقمص الشخصيات بصوره محترفه وجدا رائعه، تكاد يعني بصراحه ما بتميزها عن الشخصية الحقيقية. كل هالتفاصيل الحلوة أكيد حاضرة ويانا مع الفنانة الأردنية المبدعة ألاء بليحة. يسعد صباحك ألاء، وجمعتك مباركة. تسلمي، جمعة مباركة. أهلا وسهلا فيك ألاء. ما قبل ما نحكي عن الفن اللي أنت يعني بتصنعيه بصورة جدا رائعة، نحكي بطاقة تعريفية ونعرف المشاهدين مين ألاء فعليا. أنا ألاء بليحة، عمري 27، فنانة بصرية، برضو درست فنون بصرية بالجامعة وكملت بمجال تقمص الشخصيات، بعمل تقمص الشخصيات وتقليد مع ميك اب تحويل. اهلا وسهلا فيكي، احنا سعيدين اليوم بوجودك معنا. ألاء، اذا ما حكينا عن يعني انت تفضلت وعرفتي فنانه بصريه وكمان بلشتي في مجال تقمص الشخصيات، قديش هالمجال بصراحه صعب انه اي حدا يشتغل فيه واي حدا يتقنه كمان، وايش الدوافع والاسباب اللي خلتك تروحي لهذا المجال او لهذا الدومين؟ هلا بخصوص الدوافع والاسباب، هي كان بفتره الحجر الواحد صار عنده وقت فراغ كثير كبير، فانا حاولت استغل وقتي بهذا الموضوع. انا اساسا برسم وبعمل فيس بينت بشكل عام، بس مجال تقمص الشخصيات كان بالصدفه. عملت مره فنان نزلته هيك والناس حبت، صارت تطلب مني اسماء وصرت اعملها واحدة على واحدة. انتشر الموضوع وصار يعني صار شوي هيك فايرل، وبس هو الموضوع كتير حلو بالنسبة إلي صراحة، إنه يعني بطلع من نفسي، بفوت بشخصية تانية، بفوت بكل تفاصيل الشخصية، وهذا إشي كتير حلو. إذا ما تذكرنا أول شخصية قمتي برسمها على وجهك وتقمصتيها وقلدتي شخصيتها، بتتذكري إيش هي هذه الشخصية ومين كان أول ناس شافوكي بالشخصية الجديدة مش شخصية ألاء؟ هلا اول فنان عملته كان سنوب دوغ، نزلته وكان على الانستغرام، عندي اكونت على الانستغرام، فالناس هم المتابعين عندي شافوا الشخصيه وبلشوا يطلبوا مني وقتها لشخصيات ثانيه مشهوره اكثر بيعرفوها اكثر. احنا اكيد رح نعرض مجموعه صور لحتى توضح الصوره اكثر لمشاهدينا. واحنا عم نتحدث معك ألاء، كنت حابه اسالك بصراحه قد ايه بياخذ معك وقت لحتى انك انت تطلعي من وجه ألاء اللي كثير حلو ما شاء الله عليك، وتفوتي بشخصيه جديده وبتفاصيلها الدقيقه الاكثر من رائعه؟ يعني احنا بنحكي عن الوجه المليان تفاصيل، وفعلا يعني في جهد كثير كبير ويمكن في وقت كبير بتهيالي بتبذليه لحتى تطلعي بهالشخصيه الجديده. صحيح، هلا هو بياخذ مني تقريبا من 3 إلى 5 ساعات، مرات توصل معي ل7 ساعات حسب الشخصية، وغير انه يعني هذا الوقت بياخذ مني رسم، برضه بياخذ مني وقت ساعة أو ساعة ونص وأنا بقلد، بحاول أتقن قدر الإمكان حركات الكاركتر وحركات وجهها، ومع اللبس مع تظبيط الشعر كل هاي الأشياء، فممكن تمد معي ل7 ساعات ماكسيموم. نحكي عن وقت مش بسيط ومش هين، علشان هيك ممكن كتير في ناس بتسألك انه شو الشيء اللي بخليكي عن جد انك تقضي 7 ساعات او ممكن اكتر لحتى تكوني بهاي الكاركتر، ويمكن هذا هو السؤال الاساسي لإلك ألاء. هلا هو انا يعني بشجعني دائما ردة فعل الناس، غير انه انا اساسا بحب الفن وبحب الشعور اللي بيعطيني اياه لما انا اتقمص شخصيه، زي ما خبرتك انه انا فعليا بطلع من نفسي، بفوت بكاركتر كومبليتلي بعيد عني من مكان ثاني. هذا الشعور لحاله بخليني احس انه انا شخص مميز، وغير هيك ردة فعل الناس لما تشوف الناس كثير بتنبسط، دائما بيوصلني فيدباك كثير حلوه، فكل هذا بشجعني انه اكمل. يعني 7 ساعات ولا 3 ساعات مش مشكله، اهم شيء انه بنسى بالآخر كم التعب من ردود فعل الناس.
جميل جدا. أكثر شخصية حبيتي حالك فيها وحسيتي حالك أنت ظابطتي لها كثير ومتقنة دورك فيها وشخصيتك، إيش هي كانت؟ هلا آخر مرة عملت عبدالله بالخير، فنان عبدالله بالخير، كثير كان بالنسبة لي يعني فتت بتفاصيله هو كشخص، والناس كثير حبت، يعني كان الموضوع كثير، هو يعني شخص كثير خفيف دم لوحة مرحة، فالناس كثير انبسطت عليه، ما صدقت انه انا هو عبد الله بالخير. وبرضه في لما عملت سكينة من مسرحية ريا وسكينة، برضه كان الناس كثير انبسطت عليها، يعني انا بقدر احدد برضه قد ايه الموضوع متقن من ردود فعل الناس. أكيد. إذا ما حكينا عن رؤية آلاء من خلال هذا المجال ومن خلال تقمص الشخصيات، إيش ممكن تكون هالرؤية؟ هل في خطط ممكن أنت عمالك بتفكري إنك بصراحة تنفذيها من خلال إتقانك لتقمص الشخصيات؟ بالنسبة لي الموضوع هو first step، يعني أنا مش معتمدة على حسابي على الإنستغرام أو على تقمص الشخصيات، بس هي بالنسبة لي خطوة أولى لحتى أقدر أفوت بعالم الإنتاج الفني، يعني هذا اللي بطمح له. بس عم بحاول أبين قدر الإمكان قد أنا عندي مهارات تقدر تفيد الناس أو تفيد الإنتاج الفني، على أساس إنه في يوم من الأيام أقدر أفوت الموضوع. نعم. إذا ما حكينا عن الأدوات اللي بتستخدميها في الرسم، هل هي ممكن أدوات بسيطة متاحة أم في أدوات معينة أنت تحصل عليها أو ماتيريال معينة ما بتزبط الرسم إلا فيها؟ هلأ أنا اللي بستخدمه بشكل عام الميك اب العادي، معتمدة على اللي هو الظل والإنارة بالرسم اللي هو الكونتور لحتى يطلع الشكل. هلا بخصوص السبيشال ميك اب افكت بشكل عام، المواد للاسف الشديد يعني تقدر تحكي بالوطن العربي او يمكن بالاردن مش كثير متوفره، اقدر يعني ابدع زياده، فعم بحاول قدر الامكان بالمواد المتوفره بالبلد اني استخدمها لاطلع احسن شيء عندي. حكيتي لا انه انت لك اكونتك الخاص على الانستغرام، هل في هناك اداه او منصه اخرى استخدمتيها وحسيتي حالك انه انت عم تنجحي من خلالها او عم بتوصلي رسالتك الفنيه من خلالها غير عن الانستغرام؟ هلا هو انا بستخدم اثنين، الانستغرام والتيك توك تحت اسم الاء بليحه. التيك توك شوي ساعدني اكثر لانه الريتش تبع التيك توك دائما عالي، يعني بيوصل لناس اكثر، تمام، والناس اللي من تيك توك بتتابعني على الانستغرام وهكذا والعكس. نعم. إذا ما حكينا عن العائلة والمحيط القريب منك من أهل بصراحة، وأنا معنية كمان أسأل عن والدك ووالدتك، كيف كانت ردة فعلهم بالفن اللي أنت عم تشتغليه؟ هلا صراحة أهلي كتير سبورتيف، يعني كتير بحبوا اللي أنا بعمله، عارفيني شوي هيك مجنونة، يعني بتطلع مني أشياء مش اعتيادية، ومن أنا صغيرة يعني أنا دائما كنت أعمل هالإشي من أنا صغيرة، بس الموضوع تطور معي على كبر. وخبرتك قبل برضو إن أنا أساسا دارسة فنون، فهم عارفين إنه هذا مجالي يعني. نعم. احنا عمالنا بنشوف على الشاشة مجموعة من الصور ومجموعة من الشخصيات، وانا يمكن كتير حبيت شخصية السكينة لانها عن جد حسيتك كتير زبطة فيها. عمالنا بنشوف صور آلاء بصراحة في تفاصيل كتير متقنة وفيها احترافية جدا عالية، كنت حابة أسألك كيف تعلمتي؟ أنا بعرف أنك فنانة بالأساس ودارسة فن، لكن في يمكن هاي التقنيات هل لجأتي مثلا لليوتيوب أو لجأتي لبعض الناس المحترفين بهذا المجال لحتى تاخدي شوية سكيلز أو مهارات منهم في إتقان هالعمل الفني؟ هلأ هو يعني الموضوع كله معتمد على الرسم، اللي بيعرف يرسم على الأغلب أو بيعرف يحط ميك اب برضه على الأغلب بقدر يعمل اللي أنا بعمله. هلا الموضوع ما تطور عندي بهذا يعني بسرعة، أخذ معي وقت وبراكتس حتى أقدر أوصل للي أنا عم بوصل له هلا. يعني أول ما بلشت ما كان الموضوع هالقد بيرفكت زي ما عم بيطلع هلا، فهو شوي شوي عم بتطور، برضه الواحد لازم يشتغل على حاله يعني. بالنسبة لأنه حاولت أشوف من أماكن أخرى، لا للأسف ما قدرت أشوف اللي أنا بدي إياه، يعني ما قدرت أشوف التقنيات اللي أنا بدي إياها على اليوتيوب،
إلا التقنيات الميك اب العادية اللي أنا بقدر فيها، مثلا أصغر المنخار أكبر المنخار، اللي هي التفاصيل العادية، بس أنا بستخدمها بطريقتي حتى أقدر أقرب الشكل كل ما كل التوفيق لإلك آلاء، احنا كتير سعيدين اليوم بوجودك معنا وداعمينك بهذا الفن الأكثر من رائع، ونتمنى انه فعلا طموحك في الانتاج الفني كمان يتحقق من خلال هالفن والشغل اللي كتير حلو. فبدي اشكرك جزيل الشكر آلاء بليحة من الأردن، حدثتينا عن الفن الإبداعي وأيضا عن تقمص الشخصيات. شكرا لإلك، يسعد صباحك. شكرا إليك، اهلا فيكي. يعني كنا واياكم مشاهدينا الكرام بهذا المجال من الفن اللي اليوم يمكن هو صار كتير له قيمته واهميته في مجال الانتاج الفني في الافلام في المسلسلات وحتى في على مستوى منصات التواصل الاجتماعي المختلفه. واليوم احنا عم نحكي عن قديش في فرص عمالها بتكون امام الفنانين بانه يمكن بمجالهم او في اماكن سكنهم مش كتير في اهتمام، إلا أنه الشخص اليوم عماله بيبدع بأنه يبرز حاله، يبرز هويته الفنية ويبدع في أشياء هو بحبها، ويمكن بتلفت نظر وإعجاب أكيد كتير من الأشخاص المتابعين. احنا